مرحبا سي يوسف، انا اسمي مصطفى الدهدو، خلق في مهم خلق وسوري في الرمان، مدشار الرمان، والحمد لله تزوجنا، تزوج ولله الحمد، دابا مقيم في طنجة، كنعيش في طنجة الحمد لله. وعلى المشكل عندي دابا تنكر تشوف سبحان الله، هذا ما وضو يعني جاني غلا بزاف البارح، فاجئوني قلت لي واحد السيد يعني قال لي نقطع لك ما وضو، قلت له علاش الحبيب؟ قال لي عندك 4000 درهم، قلت له علاش 4000 درهم؟ المهم شهرين فيها 4000 درهم، المهم 40000 فرانك كنخلصها ديال الكريدي والتباقي ديال الضوء والماء. يعني شهر واحد جاتك في 2000 درهم؟ شهر واحد 2000 درهم ويوميا، ماشي زعما معايا بحال هادي. طيب هذا دابا سبحان الله جبرني ما عندي حتى درهم، غالب الله ما عندي شي، ما عندك ما تعمل ما تجيبو يا بنادم بصحته اليوم وكيخدم وعندو جدول خدمة عندو مرا شنو اللهم بارك في الجميع. نعم وما كيقدرش على بزاف الحاجة. ولكن هادشي انا كيف حاولتيش تعمل شكايه ولا شكايه؟ انا قلت لك شهر اخر، ربما شهر اخر ولا شهرين، كنت عاودت نعدو من بيت ديت تماك وصورت مايدا، قلت بزاف زعما كيجيني هاد الغلا هذا، قلت لها ماشي شكايه، فين هو المدير؟ قالت لي لا انا نقدم لك شكايه، قلت لها عايز يكون هاني بشي في حالك. وملي جيت قلت دابا كراتي ودابا كراتي، الشهر الثاني عاوزها نفس يعني 160 165، قيف عليها 40000 مثلا، زد عليها 40000 كريدي هي 2000 وشي حاجه. لا اله الا الله محمد رسول الله سبحانه وتعالى. شنو الحال اسيدي؟ والحال زعما كن طلب الله سبحانه وتعالى وهاد السي شنو اسمو مدير ديال الشركه ديال اماندس يشوف معنا الحل يعني بزاف، وديك كريدي دابا هما يبغوا يخليوني في طهري بسلام، اما ديك كريدي هذاك ما عندي فيها انا حتى علاقه، كريدي ديال كورونا ولا يعني كباق المرحوم الوالد الله يرحمه برحمه الله، كانوا يقولوا الناس ما يكرين يعني هو في الايام كورونا قال بلا ما تخلص يعني ما كان ما عندهمش الناس ما خدامينش فهمتي، يعني جالس واحد الازمه قويه. ايوا ملي مشيت باش نرد انا الموضوع على حسابي قال لك لا، قلت له دي هاد المكانه هادي وجيب لي زعما مكانه اخرى، قال لك لا لا ما يمكنش عندك واحد 5000 درهم من الكريدي وكذا، وقلت له انا ما عنديش حتى شي علاقه فيها، قال لي لا ما يمكنش شي حق اسخلي الوالد ديالك محمل بيها ما كيشوفوش هما هادوك اللي كيديو المناير وكيسلكو. اللهم اغفر لنا والله. فهمت انا قلت لك شوفوا لي هذا الحل، هذا شوف لي هذا الحل الموضة ما خصنيش يبقى يجيني غالي هذا بزاف، فهمت كيفاش يعني كيجيني بزاف صراحة الله. وهو ما الناس كيشوفوا، الناس كيشوفوا مثلا شحال الناس كديهم موضة، وانا حاليا عندي هاد العيال صغيور مريض تاهو مداوي احتياجات خاصة يعني بوبري، عاوتاني كتشوف يعني عامين وشي بركه معاه، والعامين ونص كاع بزياده ما كيتحركش، يعني خصو الا ضربه صفيقه بالليل يجبر التلفزيون شاعل، الا ما عجبهاش التلفزيون شاعل كيغوت خدا وهادي، ايوا الحمد لله. المهدد البارح حددني يعني قال لي غنقطع لك الموضة، يعني وقرني جبرني في البلاصه راه فين موكي تما، هو الدري العيل هو اللي فتح له الباب بقى كيدوب طن طن طن، قالوا ده هذا مصطفى انا يا قلبي، قالوا كله خرج عندي، قالوا كله تكون عندي انا يعني خصني نركب في الكرسي فهادي هذا خرج عندي، وملي دخل عندي بوبري تعسف لي مسكين، ولكن هو خدام لا حول ولا قوة الا بالله، عمل الواجب ديالو. زدت انا قلت له اخي لا تعمل اللي بغيتي، قطعنا الدار وتخلينا في سهلة تخلينا، اما الفلوس الان دابا راه ما كاينش، و الا كانوا راني ما غنخبعهمش، انا كنقول لك الصراحه كان خصك تمشي عندو تشوف شي حاجه، كان خصني نمشي لعندو
وذيك اللي مشينا عندهم والله العظيم الا فكر سيني صراحة الله كرسي متحرك هذا اللي كنمشي عليه الباتري ديالو تسالو له كيتشارجا بالضو بحال ديال عندي عند الطوموبيل عندي الطوموبيلات ديك الدوريج ديالهم هما كيعرفوا الناس ديال الدوريج يعني غاليين شوية على برا في اسبانيا كيعملوا 7000 درهم 8000 درهم يعني شي حاجة مزيانة هو دابا حاليا انا كنشارجع شويه كنخرج ندور هنا هيدا هيدا وكندخل لحالي يا حسب قلت كنهود لي مكان دا ولا قلت كنهود في المدينه عيط فيه هذاك السيف نعم عيط فيه هذاك لا دابا صافي لا دابا صافي سبحان الله العظيم ويكون خير ان شاء الله نتمنى من الله سبحانه وتعالى يكون خير لجميع المسلمين ان شاء الله شي رساله اخيره توجه لهذا المدير الرسالة الأخيرة أنا كنقول لك ما كرهتي صراحة الله يشوف لي الحل لهذا الشيء الموضة الموضة كيجيني غالي يجي راقب يجي شوف ابحث يعملوا شغله أن هذا الشيء هذا كيجيني غالي بزاف عم يجبروا الله شاف الدار ثلاثة بيس وراها عاد رفش أي بارك الله الله يبارك فيك يا سي يوسف الله يحفظكم جميعا تبارك الله عليكم اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة